بدأ مشوار يوم جديد في رحابها، قد لا يختلف عن سائر الأيام بالنسبة لها، لكنه يعكس مكانة هذه اللغة، اللغة العربية، في مجتمع عرف بها قديما نحوا وتصريفا وقواعد، في الأنظام وفي المختصرات النثرية. الآن حانت لحظة الإصغاء للدرس الذي سيقدمه المعلم، درس اختار أن يكون موضوعه حول مهارة إنشاء النصوص في اللغة العربية. والآن حانت لحظة استماع المعلم لرجع صدى تلاميذه، تجاوب وتفاعل كبير مع السؤال، وهو أبيات شعرية حول الموضوع المطروح، وهو دور الجدي والمثابرة في التميز الدراسي. ورغم ذلك إلا أن المعلم غير راض عن وضع اللغة العربية اليوم، فمكانتها في سوق العمل غير مغرية، ليس في الابتدائية فقط بل في بقية مستويات التعليم. هناك هجر كبير من طرف الطلاب، خصوصا طلبة الإعدادية والثانوية، لأنهم يعني لا يريدون دراسة إلا المواد العلمية والعلمية فقط، لأنهم يعرفون أنهم إذا درسوا يعني مواد اللغة العربية فلن يجدوا مقاعد مستقبلا في بالنسبة للعمل. التقينا عددا من تلاميذ الثانوية وسألناهم عن رأيهم في وضع اللغة العربية اليوم في التعليم. منهم من لم يكن راضيا عن عدد الحصص الأسبوعية. عندي الساعة 9، وذاك بالنسبة لي ما هو منصف، ما هو منصف إن العربية هي لغتنا وهي لغة الإسلام ولغة كاع موريتانيا، دولة عربية إسلامية وهذا وموريتانيا، العربية هي هذا هي تراثنا، يلا نكتفوا بها على الأقل أربع ساعات ولا خمسة للأسبوع. عندي 2 ساعات الأسبوع. الفرنسية عندي 2 ساعات أسبوع. ومنهم من لم يكونوا أيضا راضين، لكن هذه المرة عن ضارب المادة فهو بالنسبة لهم منخفض مقارنة ببقية المواد. يجب على الحكومة أن تعطي اهتمام لهذه اللغة من خلال رفع الضارب في جميع الشعب. في 18 من دجنبر من كل عام يحتفل العالم بيوم اللغة العربية، وهي المناسبة التي تأتي على هذه اللغة والأسرة التربوية في موريتانيا غير راضية عن واقعها. محمد أحمد الخوي، المرابطون، واكسون.